الريع عشان بتاع اليوم عملته في ساعة من زمان، أما قبل كل شيء إجا نشوفه كيفاش دبرناه. اليوم طقس مزيان وحر ركح صافي، عصافر تحلق والأمور طيبة. قبل ما نغطس عرضني المخلوق هذايا، اسمه كلب بحر. فضلك عليكم، هذايا صاحبي جديد لقيتو يتبحبح. من الأول كان خايف مني، من بعد فرح كي شافني، من بعد ولا يجري وحده. في الاخر ولينا اصحاب. اما برجو ليا عطاني برشا طاقة ايجابية، من بعد قصدت ربي على روحي. انا عندي برشا مختصش، على هيك حبيت نسيس روحي ونعوم في القصير واحدة واحدة. أول غطسة حبيت نجرب تكنيك اسمها لاكاشون، كيما لي في التصوير، اللي هي انك تكون قاعد في القعر وما تتحركش، متخبي ورا الحجر ولا ورا الحشيش وتعيط للحوت. الحوتة هذه كانت نسنسة برشا وجات حبة تبتبت، اما متعرفش اللي تنسنس مش باهي. الحوتة هذه أكيد الصيادة اللي يتفرجوا فيها يعرفوها، أما اللي ما يعرفش الحوتة هذه اسمها أمبر جاك ولا سيريول، وإحنا نقولولها بيشي ليموني. بيشي ليموني يا سيدي بن سيدي، الطاي متاعو يوصل حتى 1.90 متر وميزانها يوصل حتى 80 كيلوغرام، وتنجم تعيش حتى 15 سنة. الغطسة الثانية حبيت نجرب نفس التكنيك، أما في ماء أقصر شوية، خاطر نعرف ديما فما حوت يخرج للقصير على الأخر باش يلوج على الحوت الصغير. إيفكتيما عدت الفيتا يخرجوا لي كاطين قاروس، أما فقط يوم مخر ودوم راوني كل واحد. الله غير المشكلة. الغطسة الثالثة بدلت التكنيك وقلت اللوج في الحجر. إيفكتيما تحت الحجرة هذه باش نلقى حوتة الناس الكل تعرفها، واللي هي الدورات، واللي نقولوا لها احنا ورقة ولا وراتة. اما هذه ماهيش متربية كما اللي بيعوا فيها في المرشي. الدورات يا سيدك بن سيدك تتغذى على لي موليسك، لي مول ولا لي زويتخ ولي زورسان، تتغذى زاد على الرخويات، على السلطعون وعلى الديدان وعلى حاجات اخرين، ويوصل طولها حتى 70 سنتيمتر وميزانها يوصل حتى أكثر من 10 كيلو، وتنجم تعيش حتى 25 سنة. في الغطسة هذه ركزوا معايا وقولوا لي كان شفتوا كائن غريب. هاوكش نرجع للبار. اي نعم، هذه سمكة الموراي واللي نسميوها احنا مرينا. هذه كان عرضتك ماذا بيك تبدل الثنية، خاطر عندها قدمة يا لطيف، كان خطفتك من سبوع تقلحولك وسنيها فيهم دي بكتيري ينجموا يضروا انسان. تجمو تقولوا تاكل اي حاجة تتحرك. حتى بني جنسة يعني مرينا اخرى. نرجع توا للحوتة الثالثة، ورقة أخرى باش تتحط في الصحن. لهنا مشيت نحط فيها في الكروش بويسون باش تتونس مع أخواتها. لهنا ثبتوا معايا فما كعبة دوراد محترمة قاعدة تتبختر، خليتها تدخل تحت الحجرة باش ما عشتراني، بعدها هبطت وراها باش نفاجئها.
عرفت اش باش تعمل بالضبط. تنيتها قمرت قلت هذه زادها في الصحن ضربت لما قالت لي وقعد زازوة ما نعرفش كيفاش فلتت. اما ما طولتش برشا خاطر خلطت عليها وروحت بيها معايا. هنا حبيت نعاود نستعمل تكنيك لاغاشون خاطر شفت سرب حوت قلت تجينيشي في وسطهم كعبة خشينة نختم بيها. الحوت اللي تراو فيه على اليمين اسمه بواسون بيروكي اللي هي سمكة الببغاء، تتغذى على الأعشاب البحرية والطحالب وحتى اللي في قريات الصغار. الطاي متاعها يوصل ماكسيموم 50 سنتي، مهيش موجودة برشا في البحر الأبيض المتوسط أما نيرمون بدا عددها يزيد بشوي بشوي. الحوت اللي تراو فيه قاعد بعيد شوية محبش يقرب اسمه المابغي ولا نقولوا له احنا منكوسة، قولوا له مابغي خاطرو كيما المابغ مخطط كيما الرخام. الحوتة هذية عبارة فلتر للرمل كيما تراو في الفيديو. لهنا كملت الغطسة متاعي وخارج قاصد ربي للشط وتعرضني المسمامة هذية. اكيد برشا منكم كل يوم عندها شحطة باهية. لأني بعد ما خرجت قعدت شوية على البحر نتفرج في غروب الشمس ونسمع في صوت البحر وخليكم تتخيلوا وحدكم قديش مشهد مزيان. وكهو عاد من بعد وصلت الدار نظفت الحوت حضرت المشوى وشوية حوتاتي واستدعيت صحابي وعملنا عشاء قمقوم. كنكم مغرومين بالمصيد ولا بالبحر ولا بالحيوانات ولا بالطبيعة ولا بالسفر تجمو تعملوا طلة في الشينة متاعي وتشوفوا فيديوهاتي الاخرين. يعطيكم صحة على المشاهدة، ما تنساوش بيان سور شوية تشجيع جيم وكومنتير كان عجبكم الفيديو ونتقابلوا في الفيديو الجاي.